الحزام بسحب الشريط. لفك الحزام ارفع القطعة المعدنية المتحركة ثم اسحب الجهة المقابلة من الحزام. نصب الإبقاء على أحزمة مقاعدكم طوال وقت الرحلة تحسبا لعين مضادات جوية غير متوقعة. إذا ما استفدت ضرورة تزويدكم بالأكسجين أثناء الرحلة فإن الأقمعة سوف تتبلى بشكل تلقائي من اللوحة التي فوق رؤوسكم. إذا ظهر شريط الأحمر مع الأقمعة اسحبوه نحوكم للوصول إلى القناع. اسحبوا القناع نحوكم طوروا على الأنف والفم وتنفسوا بطريقة طبيعية. ثبتوا القناع الخاص بكم أولا قبل مساعدة الآخرين. يوجد سبالب الخارج لا طوارئ على متن هذه الطائرة. تحمل جميعها علامات واضحة. توجد علامات تشير إلى اتجاه المخارج. المخرج الأقرب إليكم قد يكون خلفكم. في حالة الطوارئ قضية الممرات الوراء سترشدكم إلى المخارج. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. إذا استدعت الضرورة لإخلاء الطائرة اتركوا جميع أمتعتكم خلفكم واتبعوا تعليمات طاقم الطائرة. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم. عندما يطلب منكم طاقم الطائرة استعمالها اسحبوها من الغلاف وضعوها فوق رأسكم. اربطوا شريط السترة حول خصركم واسحبوه لتضيقوا مغادرة باب الطائرة. لنفخ السترة اسحبوا المطبل الأحمر بقوة أو انفخوا في الصمام. سوف يطلب المصباح تلقائيا عند ملامسة النار. تتوفر سترة نجاة خاصة بالأخرى. تحتوي بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في منطقة مقعدكم على شرح معلومات السلامة العامة بما فيها العلامات التوضيحية للمخارج ووضعية الجلوس المعروفة بوضعية فريس. يرجى الاطلاع عليها قبل الإقلاع. يجب عليكم اتخاذ وضعية الجلوس بريس في حالات الطوارئ. إذا سمعتم الأمر بريس بريس يمنع التدخين منعًا باتًا بما فيها السيجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الطائرة وذرات المياه المزودة بأجهزة حساسة لكشف الدخان. إن العمل بأجهزة كشف الدخان أو عدم الالتزام بهذه التعليمات يعتبر جريمة. يجب وضع أمتعتكم في الخزائن العلوية وأغراضكم الشخصية تحت المقعد أمامكم. يتوجب إغلاق الكمبيوترات المحمولة والأجهزة الإلكترونية كاميرات الحجم وتخزينها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية اليدوية مثل الهواتف النقالة أو اختيار وضعية الاستخدام أثناء الطيران. إذا تعرض جهازكم الإلكتروني للتلف أو ارتفعت درجة حرارته